وللمتابعه معنا من الكونغرس رنا ابتر مراسلتنا هناك. رنا اهلا بك. الرافضون لبومبيو المعترضون على توليه عقيبه الخارجيه من اي زاويه يتناولون اعتراضهم عليه؟ هل هي زاويه شخصيه في شخصيه بومبيو ام في انجازاته او تاريخه؟ يعني أكثر من زاوية يعارض فيها الديمقراطيون مايك بومبيو، ونحن نذكر هنا بأن المعارضة الديمقراطية حتى الساعة هي على مستوى اللجنة فقط. هناك عدد من الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الذين قالوا بأنهم سوف يصوتون لصالح بومبيو. على مستوى اللجنة ما يقوله الديمقراطيون هو أن مواقف بومبيو المتعلقة بمثليي الجنس وبمواقفه المتشددة بحسب قولهم حيال المسلمين هي المواقف التي أدت إلى أن يقرروا معارضتهم والتصويت ضد بومبيو في حال جرى هذا التصويت مساء الليلة في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ. هذا من ناحية الديمقراطيين. وهناك أيضا أذكر سريعا، هناك أيضا من يتخوف من أن تكون مواقف بومبيو التي، وكما استمعنا في التقرير السابق هو يعرف بأنه من أحد صقور الكونغرس، مواقفه هذه أن تكون هذه المواقف متشددة وأن لا يعتمد الدبلوماسية بشكل أساسي، بل أنه يفضل خيار الحرب بحسب قول الديمقراطيين المعارضين. هذا الموقف يردده أيضا السناتور الجمهوري الوحيد الذي يعارض بومبيو حتى الساعة في هذه اللجنة، السناتور راند بول. هو يعارض المواقف السابقة المتعلقة بحرب العراق، ونحن نعلم بأن راند بول كان من أحد الجمهورين الذين صوتوا ضد هذه الحرب، وهو لم تعجبه أجوبة بومبيو المتعلقة بالحرب في العراق بشكل عام وبسياسته التي يقول الديمقراطيون بأنها تحبذ الحرب على الدبلوماسية بحسب قولهم. الأمر الملفت للانتباه هو أن عدد كبير من الديمقراطيين الذين صوتوا لصالح تثبيت بومبيو في منصبه مديرا للسي اي اي أعلنوا عن معارضتهم للتصويت على المصادقة عليه وزيرا للخارجية، تحديدا فيما يتعلق بنقطة الدبلوماسية، لأنهم يصوتون على وزير الخارجية وليس مدير للسي اي اي. لكن دعني أشير إلى موضوع مهم، هو أن تصويت الليلة حتى لو لم يتمكن بومبيو من الحصول على الأصوات المطلوبة لا يعني بأنه لن يصبح وزيرا للخارجية، لأن التصويت الأهم هو تصويت مجلس الشيوخ، وهذا ما سوف يقرر مصير بومبيو في كوزير للخارجية. شكرا جزيلا لك رنا ابتر مراسلتنا في الكونغرس من هناك مباشرة.